نسلمك محبب، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. فعلا تاكد الخبر ديال الاتحاد الاوروبي انه رفع يعني المغرب من قائمه ديال الدول الامنه للسفر. كانوا يسولوني بزاف ديال الاخوان ما كنتش بغيت ندير فيديو على المساله هذه، ولكن تاكدت ان الموضوع راه واكين وصحيح يعني، لذلك قررت ان ندير الفيديو هذا كجواب ورد على الاخوان اللي سولوا على المساله هذه. نخليكم مع الفيديو. كما تتضح لنا اخوتي كما تشوفوا، الاتحاد الاوروبي يرفع المغرب من قائمة الدول الامنة للسفر البارحة 7 اغسطس 2020. يعني الخبر هذا كنت سمعته، تكلموا لي بزاف ديال الاخوان عليه، خويا واش بصح هادشي واش ماشي بصح. المهم ما كنتش بغيت ندير على حلقة، قلت نشوف نزيد نتأكد مزيان، وفعلا هادشي اللي كاين تكلموا ديجا تكلموا شي اخوان تاعهم على هاد المسألة هادي. يعني المسألة كاينه ان المغرب، خصوصا انه ارتفاع الحالات ديال الوباء كما شاهدنا الايام، وكذلك الوفيات يعني بواحد الشكل رهيب بصراحه، خلى الاتحاد الاوروبي يرفع المغرب كما تشوفوا معايا هنايا من قائمه ديال الدول الامنه للسفر. رفع الاتحاد الاوروبي المغرب من قائمه البلدان الامنه التي يسمح الاتحاد بالسفر غير ضروري منها بعد مراجعة قام بها سفراء الاتحاد الأوروبي، وتترك الخطوة 10 دول في القائمة الجديدة التي تدخل الحيز التنفيذي 8 أغسطس بعد أن استبعد الاتحاد الأوروبي الجزائر الأسبوع الماضي. الجزائر تاعي كانوا استبعدوها من بعد ما كانت تاعي ربما تدخل تاعي في هذه القائمة هذه. هادشي اللي كاين اخوتي، والدول الآمنة التي تعتقد أن جائحة فيروس كورونا تحت السيطرة إلى حد كبير فيها هي أستراليا وكندا وجورجيا واليابان ونيوزيلندا رواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس والأوروغواي. هادو يعني إلى حد كبير يعني كاين واحد السيطرة على هاد المرض كما قلنا لكم، على الجائحة ديال الفيروس، وهادشي حسب يعني السفارة الأوروبية بطبيعة الحال. وزارة موافقة على الصين كذلك، الصين هي يعني مكاينش مشكل، على الرغم من أن السفر لن يفتح إلا إذا سمحت السلطات الصينية أيضا بدخول مواطني الدول الاتحاد الأوروبي. وبطبيعة الحال خص تسمح يعني هما راح حالين الباب للصين أوروبا، وهي بطبيعة الحال مازال ما عطاتش الموافقة للدول المواطنين الدول الأوروبية والمواطنين ديالها الدخول يعني للصين. المهم الخبر يعني أكيد يعني كما شفتونا معايا يعني واضح بين اخوتي، يعني ما خصوصا لانه هاد الايام هادي كما شفتو ارتفعت الحصيلة ديال هاد الناس اللي تصابوا بهاد الجائحة هادي بهاد المرض هذا، اللي تتمناو من الله العلي القدير انه يرفع لنا هاد البلاء هذا. ولكن راه خص الناس تاهما والله يهدي عباد الله، خص الناس يلتزموا بالنصائح اللي كاينه، يلتزموا بالنظافة، يلتزموا بوضع الكمامات، الاختلاط داك الاختلاط اللي كاين بزاف، ما كاينش ديك المسافة ديال الأمن ما بينك وبين أشخاص آخرين. هادشي كله يعني حذروا من الناس بزاف وتكلموا بزاف الناس على المسألة هذه، ولكن للأسف كما شفتوا يعني ما كانش ما لقاش واحد التجاوب كبير. المهم هادشي اللي كاين اخوتي كيف تشوفوا معايا وكيف تلاحظوا معايا، يعني الخبر صحيح. نلقى معكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.